حل السعد في دارنا والفرح زاد والمكساج في ليلة من ألف ليلة وليلة للاستماع فقط في عرس نور المطرفة والفرح زاد. أو الاستفسار التواصل على جوال بنت الشيوخ أجمل بنات القبيلة 4-8-0-2-1. مبروك يا نور أهبابيات والحان وفرحتك نهديك اليوم شيلة من أمك هيدا اللي لها قدر نوشان وأخوانك والخوات حروف جزيلة في فرحتك كل يهنيك فرحان يا فارقة بسيم أجمل جميلة يا نور زينك مثل لولو ومرجان بين النساء بسيم مالك عديل في كالزراب وطلتك تسحر عيان يوم الدلع وام العيون الكحيل يا بنت شيخ الله شهدك الميدان يا برمز الطايلة والفضيلة واخوانك رجال مطالق شجعان فالكايدة حد السيوف الصقيلة يا كهدي أنا أسل دربين كسالة أهل المجد وأهل الفضيلة وأم خلط الطيب هي خير عنوان ومن عريس شيخة مساء قبيلة وأهلا بمن شرفونا ربع وثنوان كمن تعنا من مسافة طويلة يبهيك بوصيك بنور أهلور فالأعيان أمك تسعدها كل يوم وليلة حل السعد في دار من ألف ليلة وليلة في عرس نور المطرفة الفرح زان بنت الشيوخ أجمل بنات القبيلة مبروك يا نور أهبابيات والحان وفرحتك نهديك اليوم شيلة من أم بهيدا اللي لها قدر نوشان وأخوانك والخوات حروف جزيلة في فرحتك كل يهنيك فرحان يا فارقة بالزين أجمل جميلة يا نور زينك مثل لولو ومرجان بين النساء بالزين مالك عديل فيك الذراب وطلتك تسحر عيان يم الدلع وام العيون الكحيل يا بنت شيخ الله شهدك الميدان جاب رمز الطايلة والفضيلة واخوانك رجال مطالق فالكايدة حد السيوف الصقيلة يا بهدي أنا أسل دربين ليما يا سلامة أهل المجد وأهل الفضيلة أمك خلط لطيف هي خير عنوان أم العريس شهد نساء كبيلة وأهلا بمن شرفونا ربع وخلا كل من تعنا من مسافة طويلة يا بهيت بوصيك بنور أهلور أفراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-3333